كافيين معكم عالم الصباح ومحمود راح يولع اليوم باستوديو نتعرف عليه مع جان. جد مهضوم. محمود كيفك؟ قد ايه عمرك؟ 8 سنين. بدك تبلش لي بنكته، خبرني نكته قبل ما نبلش. لشت دجاجه هربت من القفص. ليه رولا؟ لا ليه؟ عشان ما موعد مع علي الديك. اوكي. مهضوم وبيرقص وبينكت. مهضوم بيرقص بنكت. خبرني محمود شو هلا عملت لنا؟ رقصت بريك دانس. رقصت بريك دانس. بريك دانس، كيف تعلمت رقصت بريك دانس؟ أنا وصغير كنت أرقص، هلا صرت أعرف كثير. كيف تعلمت؟ كيف صرت تعرف كثير؟ أنا وصغير أرقص، برجع تعلمت هيدي الدوار على الأرض، برجع علموني ماما وإخواتي كيف أرقص. أهلك بيساعدوك؟ أمك وأختك بتساعدك بالرقص؟ بيساعدوك؟ كيف؟ إذا في شيء غلط بصححوا لي. وغير رقص البريك دانس، شو بتحب تعمل؟ الباسكت، أنا مسجل باسكت ومسجل كمان كاراتيه. هذيك السنة كنت مسجل فوتبول. يا ماما وهالسنة مش مسجل فوتبول؟ باسكت. وكمان انت شو كشافة؟ قد ايه صار لك بالكشافة؟ يعني هذه السنة تسجلت. واي صف محمود؟ تاني ابتدائي. اكيد علاماتك مش منيح قد ما بتعمل هيك اكتيفيتيز، قد ايه علاماتك يعني؟ يعني بال 100 اكثر شيء باخذ 100 على 90 على 200 على قد ايه؟ 100 على 100 يا سلام. عن جد ماما ولا لا؟ عن جد؟ خي برافو شطور. ايه محمود، طيب هلا البريك دانس في عندك كوتش بيعلمك؟ لا. حدا بيتابعك؟ انا بعلم حالي. وعلى اي نوع موسيقى بترقص؟ على تعمل البريك دانس. تبع البريك دانس، انا بعرف عندك موهبه ثانيه بتغني. رح تغني لنا شيء؟ اذا بتقبله. يلا غني لنا تبع كارول سماحه. خدني معك على درب البعيد مطرح ما كنا ولاد صغار دفي ربيع بشمس جديد نسيني يوم صرنا كبار نسيني يوم صرنا كبار. في طاقة عنده طاقة. صاروا موهبتين. موهبتين. شو التالتة؟ بعد ما شفتهم أنت وسبور كمان بيعمل رياضة. سبور ما سبور. كاراتيه. كاراتيه يا ماما فيك تخبط يعني؟ فيك تخبط على رولا يعني؟ ليه عم تزرع الفتنه بيني وبينه؟ عيب عيب رولا، ما في فتنه بيني وبينه. بشوش بجنن وبيعرف انه ايمتى يستعمل الكاراتيه مش كيف ما كان هيك؟ صح. بتعرفي كمان انه مصاحب بنتين؟ لحق؟ اثنين؟ شاف شاف صار صاحب 10 هو بامر. طيب وبتحبوا اثنيناتهم؟ ايه وبيعرفوا اثنيناتهم انه بتحكي معهم اثنين ولا بتخبر وحده؟ قلنا اسمائهم لين وياسمين. بس مين بتحب اكثر لين او ياسمين؟ لين. ليه؟
عشان انا ذكية. وياسمين مش ذكية يعني؟ يعني بتحكي كتير بالصف. طب بركي سمعوك لما بتزعل منك؟ بيضربوني بالمدرسة. لا بيضربوك بالمدرسة؟ ايه خلص انت هروب انت ركود. الا جندنا وركوب. طب ومحمود هلا البريك دانس اصحابك شو بيقولوا؟ انا ما بحب البريك دانس وبقولوا لي امرار بالمدرسه ارقص. بيقول لك ترقص؟ بس انا ما بحب ارقص عشان بحب ارقص حد ناس بعرفهم حتى لو ما بعرفهم بتعرف عليهم. هلا انت تعرفت علينا. ايه وقد ايه بترقص بالنهار؟ بريك دانس ما برقص بس اذا كان عندي اغنيه ما انا ما بنحط اغاني بالبيت بس انا وعم بدرس ماما بتقلق اقعد بس انا بكون برقص. بكون عم برقص ودرس انت عم تدرس ترقص؟ عن جد كيف تقدر؟ ما بعرف بس انا برقص بس ماما بتقلق اقعد. واصحابك بيحبوا يتعلموا الرقص بريك دانس معك اما لا؟ انا هن بيسالوني. هن بيسالوك انت بتعلمون؟ لا انا ولا مره سالوني. ما بيحبوا يعني هن يرقصوا؟ احسن اصلا ترقص احسن وانت احسن هو تكون لحاله اصلا يعني هن يرقصوا معه وما يرقصوا معه وش فرقه معه مبسوط. غير الكشافه شو بتحب تعمل والباسكت يعني عندك هوايات يعني بالدرس شو بتحب تصير بعدين؟ مهندس لعمر بيوت. مهندس تعمر بيوت؟ حلو. طب ليك شو اكثر ماده بتحبها؟ انجليزي والماث والساينس. كثير مي فايف برافو. من هلا رايح رح نحكي انجليزي خلص يلا. وكمان بحب لغة الصيني. شو بتحب بالصيني؟ بس بعرف الارقام بالصيني بالكاراتيه. بتحكي بالصيني؟ ما بحكي بالصيني بس بعرف الارقام بالصيني. انا رح اقول لك تشينغ تشونغ تشانغ بالصيني يعني كيفك منيح صفا. شو ما كان شونغ يعني ان شاء الله بشوفك مرة الجاية. مش ظابطة يعني مش ظابطة بالعربي. طب كما شون فان كاش قلنا شو هن الارقام بالصيني اذا بتعرفهم. اتش ني سون شي جو ريك تشات هات كيو جو. قولي 1 2 3 4 5 يعني جو يعني 5 ايه وج وج اتش يعني 1 ني يعني 2 سن يعني 3 و اتش ني سن و تشي يعني 4 وجو يعني 5 جو يعني 5 ايه وجو. برافو. لا كثير مهضوم. لا عن جد يعني انا قعدت معه لمحمود قبل بتحسي انه في عنده تالنت بده معبر. كيف بتلحق تعمل كل القصص؟ ما عندي مواعيد. مواعيد؟ كله مواعيد. بدك سكرتير؟ انا مستعده اوعى تفكر. بدك رولا ما عم تعمل هلا بجي بعمل لك سكرتير وباخذ منك يعني باخذ لك المواعيد واتصالات وواقف حدك بادي جارد كمان. بتلحق محمود تروح تشوف اصحابك تظهر معهم؟ لا ما انا بحب بضل على التلفزيون يعني عم بحضر برجع بجيب الايباد بدوره برجع بلاقي فيلم المفضل بحضره يعني ايباد برجع تلفزيون. شو فيلمك المفضل؟ هو كارتون نتورك. هي قناة كارتون نتورك وفيلم المفضل جاردن نتورك اسمه كارتون نتورك. اه اوكي. وفيلم المفضل هو نينجاجو ابطال اسفنجيجا. ده ليجو. يعني السنة الماضية وقفت احضرهم. بس برجع بحضرهم كرمالك ما عندي مشكلة. برافو. قد ايه بتقعد على التي في كثير وقت؟ ست ساعات. ست ساعات؟ ست ساعات يا ماما؟ لا لا ماما انصدمت. لا مش مظبوط. عيب ما فيك هيك ما فيك ست ساعات. ست ساعات تلفزيون جون وبيعمل وبيرقص وبيعمل سبور وبيدرس كله بتحاول. انت النهار 24 ساعة عندك اما 48 2 مرة كل نهارين. محمود خبرني بعد وقتين. مرة كان في ثلاث نملات حاملين صرصور عم بيقولوا له شو اسمك هن مسكرين منخار وعم بيقولوا لهم صمصون. اوكي بتعرفوا لك كثير بتحب الصراصير. ايه رائع. اليوم كنت عم بسال سؤال على الفيسبوك للاشخاص يتواصلوا معنا قلت لهم اذا بتخافوا من شيء انا اكثر شيء بخاف منه من الصراصير. في وحده بتبعت لي بتقول لي من شو بتخافي منه ما انا بلعب له بشويربو. طيب ليك محمود فيك تعلمنا شيء موف بالبريك دانس؟ يلا تعال تعلمني اياها. بدك تعلمها معنا رولو؟ انا بدبكي اكثر شيء. يلا تعال علمني اياها. بس شو بدك اياها بدك تعلمني؟ قرب علي. بدك تنتبه لانه جان كثير رائس بالشطر، اكثر شيء دبكه رائس بالشطر. ايه رائس بالشطر. رائس بالشطر. راشل بالقطس، حلوه كثير. علمني شو بدك تعلمني؟ بدك تجي ترقص معنا؟ مرة واحد علمني انه هيدي بالرقص. هيدي بالرقص؟ ايه. هيدي موف؟ طيب موف ثانية. هيدي كلها على الأرض. شو عمل لي بدي أعلم دائما ايوه. كيف اعمل لي اياها على البطيء تأتعلمها؟ شادي تعرقش معنا. حط ايدي هيك وبعدين
شو ها؟ شو ها؟ هيك؟ هي هلا شو؟ أنا بتمجد ما في ياس. شو؟ أنا عم بزيح شوي صغير لهونيك. لا لحظة شايف ولا ضربتني؟ شو اللي لحظة بس لا تعمل لي معروف بس بس لا أنا شباب بليز عم تحكي جا مرة واحدة جا مرة واحدة أيوة لك هي هيني زيح عم نشوف الشيف يلا شيف يلا واحد جو شادي جو أيوة هيدي هي رجعني وانت عم تضحك لحظة رح أجربها لا بس دبكي على الأرض انا كنت بدي اعمل هيدا الحركه ايه حلوه بعد حركه محمود بقدر اوقف على ايدي وامشي يلا كيف شوي عشان فيك تعملها شيف انا جاي مش عم محمود عن جد بدك ترقص بعد شوي نحط موسيقى ورح ترقصنا بس بدك تعمل لي الموف الصعبين اللي هلا علمتنا اياهم بدك تعمل لي اياهم على السريع فين اعملها يلا حطوا لها موسيقى فوت اذا فهمت اجاك لورا بتعرف هيدي؟ يلا 1 2 3 يلا ما بتعرفها؟ طيب بعرف شيء اكثر غير ما انت بتعرفه محمود اوكي عن جد انبسطنا فيك كنت معنا على الهواء وعن جد حلوه الحلقه كانت متعدد مواهب عملنا سبور على بكره شفنا الشيف عنده موهبه والشيف ضربني كمان ما انسيها انبسطنا فيك محمود وان شاء الله تصير مهندس ان شاء الله كمان تخصص تصير كمان بالبريك دانس نصير شوفك ما بتفكر تعمل رابر يعني بتشبه شوي امينيم ما بتفكر تعمل رابر تغني اغاني؟ بحب الراب كمان كل شيء بدك تعمل محمود مشترك موهبه يبقى اللي عم يحضرنا خلي اولاده يلحقوا يعملوا الشغل محمود يغنوا كلهم ثانك يو انا محمود ثانك يو كثير وخلينا نشوفك قريبا على الالبومات وعلى الساحات عم تروح ميرسي لك كمان جان انك عرفت على محمود فايف يلا ثانك يو محمود جود لك رح نتوقف عن فاصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع الرابر والدانسر والروك اند رول مع الشيف شادي ورشيد ملاح